محمد بدوي مدير التنفيذي لشركه ريفولتا ايجيبت. بس كانت الفكره جت ان انا ليه العربيه الكهرباء ما تنزلش مصر، وان احنا الفرص ان ممكن ان احنا ان مصر تاخد خطوه مبكره انها تخش في تكنولوجيا السيارات الكهربائيه. بالنسبه لمحطات الشحن وانسب الانواع اللي موجوده في السوق، انسبهم اللي هيتناسب مع البيئه المصريه ايه. وبرضه عملنا تقريبا اختبارات كانت اكثر من 20,000 كيلو بالعربيات الكهرباء، وكانت دي مرحله مهمه عشان نحدد بدقه فين الاماكن اللي احنا محتاجين نركب فيها المحطات دي، انسب الشركاء اللي ممكن يساعدونا في الموضوع ده. فالحقيقه احنا اتجهنا وما لقيناش احسن من جهاز الخدمه الوطنيه. بس الحمد لله احنا النهارده افتتحنا امبارح المرحله الاولى من الشبكه اللي هي بتضم المفروض 65 محطه في 7 محافظات. هيكونوا في محطات اوريدي جاهزه استخدمها. فانا اعتقد ان احنا الفتره اللي جايه اللي احنا فيها دلوقتي احنا عندنا ماركتنج بلان وعندنا خطه. خلال ان شاء الله الشهر اللي جاي ده هنبدا نعلن عن افتتاح صاله العرض الخاصه بالعربيات الكهرباء، واذا كان في موزعين هيبقوا تعاقدوا معانا هنعلن عنهم، وبحيث انها تبقى عربيه كهرباء متاحه في السوق يعني ان شاء الله خلال مارس. يعني شوف، هي بالنسبه للانواع تقريبا اغلب البراندز الموجوده المعروفه في مصر واللي بتصنع عربيات كهرباء فيها عربيات كهرباء، يعني مثلا هيونداي، النيسان، رينو، الكيا. الصيانه عامه، صيانه العربيات الكهرباء هي يعني بتختلف من براند، لكن هي كلها تقريبا بتبقى تتشابه. يعني تقريبا انت بتحتاج تقريبا كل من 25,000 كيلو 30,000 كيلو بتروح تعمل تشيك اب على العربيه. يعني غير العربيه البنزين، العربيه البنزين بحتاج اروح اغير حاجات. انا ما عنديش في العربيه الكهرباء حاجه محتاج اغيرها تقريبا في اول 90,000 كيلو. انا اتوقع ان ماكسيمم خلال 10 سنين هيكون ان عربيات الكهرباء دي هي الشيء السائد، والعربيات التقليديه دي خلاص تاريخ. يعني لا، هي بص، هي تكنولوجيا جديده وهتفرض نفسها. زي بالظبط لو عملنا ضربنا مثال كده، لما ظهر التليفون المحمول واختفى التليفون بتاع البيت، فاللي هيحصل هي تاخد مساله وقت. لا شوف، هو احنا كريفولتا المفروض ان احنا عندنا مركز صيانه ان شاء الله ده هنبدا نشتغل فيه بعد ما نفتح صاله العرض بتاعنا. لكن احنا اتفقنا ان هي كل البراندات اللي اوريدي موجوده في مصر هم عندهم عربيه كهرباء. فلما اي وكيل هينزل العربيه بتاعته هو اوريدي عنده مركز صيانه منتشره في مصر. شوف، احنا عندنا في النتورك بتاعتنا او الشبكه اللي احنا عاملينها نوعين من الشواحن او محطات الشحن. في نوع اللي هو السريع ده بيقدر يشحن عربيه مثلا زي الهيونداي او النيسان في زمن من 20 ل 30 دقيقه، تمام؟ ودوت اغلبه هيبقى موجود على الرينج رود، على الهاي ويز بين المدن. لكن عندنا برضو محطات، ودي اللي هتبقى منتشره اكتر، اللي هتبقى موجوده في الاماكن الحيويه، يعني مثلا شوبينج مول، في نادي، في جامعه، في سينما. فانت طبيعي رايح تقعد في المكان ده مش هتقضي اكتر من ساعه اتنين، مش اقل من كده يعني. فعشان كده الشارجر دي بتاخد حوالي 3 ساعات، متوسط 3 ساعات عشان تشحن العربيه. ده الكلام ده احنا خد بالك الازمنه دي، ده لو بنتكلم عن العربيه فاضيه وهنشحنها كده. احنا كده كشركه العملاء اللي عندنا في الاول احنا بنديهم اول سنتين او 100 ساعه شحن دول فري، دول يكفوه يمشي حوالي 40-50 الف كيلو مش هيدفع حاجه. طب بعد كده تكلفه الشحن عشان يعني زي ما بنقول كده افول العربيه، بنتكلم من 50-60 جنيه.